سي خالد السهيلي سفيرنا بعمان، لو كان تعطينا فكرة على عدد الجالية التونسية المقيمة لهنا، ممكن أكبر مشاغلهم، أبرز مشاغلهم اللي يتوجهوا بها لسيادتكم، ممكن لحلها، لدفعها، أو لإيجاد مخرجات لها، وأيضا عدد الطلبة الموجودين هنا في تونس، وهل إنه فما تبادل للطلاب يعني مهم بين الأردن وتونس؟ تفضل. بالفعل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالأردن يبلغ عددها تقريبا 1100 مرسم لدى المصالح القنصلية، تتمركز أغلبها في العاصمة بعمان، وعدد الأفراد الجالية يرتفع من سنة إلى سنة باعتبار تطور العلاقات الثنائية بين تونس والأردن، وهناك تشبيك لعديد العلاقات بين البلدين في عديد المجالات، وخصوصا بعد يعني رفع التأشيرة على الجانبين. طبعا هذا بعد رفع التأشيرة هذا يساعد ويساهم في مزيد تعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين، ويشبك كذلك المصالح الاقتصادية، ويعزز كذلك التدفق أو والإنسياب السياحي بين البلدين. تركيبة الجالية التونسية في الأردن يعني فيها هناك إطارات تونسية تشتغل صلب المنظمات الإقليمية والدولية، هناك كذلك يعني عمال تونسيين، هناك نساء تونسيات متزوجات بأردنيين أو العكس، وهناك كذلك طلبة تونسيين يعني تقريبا في حدود 60 طالب تونسي يتابع ويباشر دراسته هنا بعديد من المدن الأردنية. طبعا يعني لا 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 احنا هناك طبعا متابعة حثيثة من قبل يعني المصالح القنصلية لكامل افراد يعني الجالية التونسية المقيمة بالأردن، اللي تتعرض طبعا يعني لبعض الصعوبات خاصة على مستوى الإقامة، وكذلك على مستوى الإعاشة، وكذلك الطلبة التونسيين نحاول أن نساعدهم من خلال التواصل مع السلطات الأردنية، وكذلك نحاول أن نذلل كل الصعوبات ومتابعة الأوضاع الطلبة التونسيين أكاديميا واجتماعيا، وذلك بالتعاون حتى مع وزارة التعليم العالي الأردنية، وبالتنسيق مع كل الهياكل المتدخلة في الأردن. بالنسبة لمجالات أخرى، إذا ما فهمناش إضافة أخرى فيما يتعلق بالجالية، عدد الجالية التونسية، مشاغلها، وأيضا الطلبة، هل أنه فهم تعاون ثقافي بين تونس والأردن؟ بالفعل يعني إيمانا منا بأهمية يعني الفعل الثقافي كإطار وكأداة للتواصل بين الشعبين التونسي والأردني، من أجل إثراء حوار التسامح، وكذلك يعني الحوار بين البلدين، نحن حرصنا على خلق ديناميكية على مستوى العلاقات التعاون بين البلدين في المجال الثقافي، وخاصة من خلال المشاركة المتبادلة بين البلدين في التظاهرات الثقافية التي تعقد أو تنظم في كلا البلدين. وهنا أذكر كذلك بالأسبوع الثقافي التونسي الذي نظمناه يعني في سنة 2019، كان في إطار إحياء ستينية إرساء العلاقات الدبلوماسية التونسية الأردنية، وكانت تونس كذلك ذي شرف لمعرض عمان الدولي للكتاب، ونحن نشارك كل سنة في معرض عمان الدولي للكتاب، يعني هذا أعطى دفع للعلاقات التعاون في المجال الثقافي، وخلق ديناميكية كبيرة، وعنا كذلك إن شاء الله نحن بصدد حاليا انتهينا من الصبغة النهائية للبرنامج التعاوني الثقافي للسنوات 2022 2023 و2024، وإن شاء الله سنوقعه قريبا يعني في الأيام القليلة القادمة. هذا سيعطي دفع وديناميكية أخرى، خاصة تونس والأردن يعتبر حاضنتي يعني مركزي إشعاع وتنوير، وكذلك حاضنتي لحراك ثقافي، وكذلك جسري للتواصل بين الشعبين في المغرب والمشرق. أبرز نقاط هذا البرنامج يعني إكسكلوزيفيتي، يمكن أبرز محاوره بإيجاز
محاور البرنامج الشراكة الثقافية، يعني سيهتم خلينا نقولوا بتعزيز التراث، بتبادل ممكن فرق ثقافية، يعني بالضبط هكا نقطة ولا اثنين من النقاط اللي موجودة في البرنامج هذا. هو البرنامج الثقافي يعني يكون حسب وزنامة يقع الاتفاق عليها بين الجانبين، هو حاليا بصدد الدراسة بين الجانبين، أكيد سيتضمن خاصة المشاركة في التظاهرات التي تنعقد في كلا البلدين، خاصة مثل معرض عامين الدول الكتاب أو معرض تونس الدول للكتاب، ثم هناك كذلك يعني زيارات، تبادل زيارات، يعني التركيز على التعاون اللامركزي بين المؤسسات يعني الثقافية في كلا البلدين، ثم كذلك هناك تبادل شبابي، وقريبا إن شاء الله بين ما بين 3 و 10 ديسمبر هناك تبادل شبابي سيزور عدد من الشباب التونسيين إلى الأردن، وهذا في إطار تنفيذ اتفاقية يعني بين الجانبين ثنائية سياحية يعني تعني يعني بين الشباب، يعني هناك يعني لتبادل الخبرات والتجارب يعني في مجال في أي اختصاصات الشباب هذوما ستارت اب، يعني في أي مجالات لا ولا لا شباب؟ الشباب فقط ليس في مجال شباب، يعني في مجال التعاون الشبابي هذا هو يعني منظمات شبابية، منظمات شبابية فقط، يعني هذا هو التعاون، لكن هو بصدد الدرس لسه ما زلنا في تحديد يعني مجالات التعاون. عادة يتضمن تبادل الزيارات وكذلك اللامركزية، التعاون اللامركزي، وخاصة يعني هذا عنصر مهم ومدخل مهم حتى نخلق حركية وديناميكية على مستوى التبادل الثقافي والشبابي بين البلدين. شكرا لك سي خالد السهيلي سفيرنا بعمان بالأردن على كل هذه التفاصيل، بالتوفيق لكم خاصة على مستوى الاقتصادي ودفع المجالات الاقتصادية والتجارية وأيضا الثقافية بين دولتين، هما تاريخ كبير. شكرا لك. شكرا بارك الله.